بودكاست نجم الرابعة. مجددا مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا عبر أثير الأولى راديو الرابعة. ودايما مطرح ما بيكونوا نجوم راديو الرابعة بتكون اليوم بجلسة مميزة جدا وبفندق بالازو فيرزاتشي دبي وبحضور السيد منذر درويش. معنا منذر آخر. أكيد إذا بدنا نعرف عن هذا النجم بدنا نقول بأنه من وحوش التمثيل على مستوى الوطن العربي، هو طاقة أردنية استطاعت أن تكون طاقة عربية أثبتت جدارة من خلال الكثير من الأعمال اللي قدمها. هو واحد من أفضل الممثلين اللي بيجسدوا الدور بعد ما يعيشوه. اليوم ضيفنا هو الفنان الأردني منذر الريحني. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيه حبيب العمر. بس بدي أحكي لك ملاحظة. أول شيء شكرا على المقدمة، وأول مرة في حياتي بقعد مع منذر، فقاعد مع منذر ومنذر، فهمتني؟ منذر ريحني، أكيد يعني من خلال إطلالتك الأخيرة بشهر رمضان المبارك، هيدا شيء ما بينسينا كل يعني الأرشيف اللي قدمت لنا إياه، وأثبتت بأنك واحد من أبرز النجوم العرب. بالبداية بدي لك ألف مبروك على نجاح مسلسلك برمضان، كنت من العلامات البارزة مثل ما دايما وقت اللي بتشارك بكل أعمالك بتكون من الأسماء اللي بتترك بصمة. اليوم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، شو بدك تقول عن نجاح العمل اللي قدمته وسرور الناس بإطلالاتك؟ أول شيء دائما أنا بقول الحمد لله، ودائما بقول شكرا للجمهور، ويا رب إنه تعبي الترجم ليكون في الصورة اللي استقبلها هذا الجمهور. أظن بأنه الموضوع أو الكاركتر أو ما قدمته كان شوي صعب بالنسبة لي، ولكن الصعب بيكون سهل لما تقدمه لأحبابك. صحيح. طيب كمان سؤال بيتبادر للذهن، يعني نحن كنا عم نحكي قبل شوي بأنه منذر ريحني الأردني اللكني، كيف استطاع أن يجسد دور صعيدي وينجح هذا النجاح ويلقى الثناء من الممثلين المصريين؟ يعني كيف قدرت تمتلك هذه الأدوات لتقديم شخصية صعبة قد لا يجرؤ على تقديمها إلا مصري صميم وأصله من الصعيد؟ يا صديقي، هاي هي المهنة وهاي اللي درسناها في الجامعة. أنا في النهاية ممثل، بقدم أي كاركتر وبقدم أي لكنة أو أي لهجة في الدنيا، بس مش الكل أدري. ما هذا شغل، أنا بحكي عن منذر وهذا جزء منه له علاقة بالحافز التمثيلي والحافز الداخلي، بأنه أنت كيف ممكن تقدم كاركتر بعيد عنك جدا بكل تفاصيله وعالم المختلف. يعني أنا مثلا راح أفاجأك ورح يكون حصري الآن، راح أقدم كاركتر مغربي. نعم، ولكن هذا حب إنك تقعد في الليل وتذاكر وتشتغل على تفاصيل كيف ممكن إني أقدم هذا الكاركتر. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أظن بأنه الوطن العربي كله فيه عوامل مشتركة كبيرة جدا، فمش بعيد عني اني اقدم هذا العمل بلكنته او بلهجته، اذا كان مغربي جزائري سوري لبناني، ولكن هو الاجتهاد انك كيف توصل لهي المرحله من وهو 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 صراع في التمثيل نفسه، يعني صراع بجوة التمثيل انك تقدم هذا الكاركتر. هلا طبعا يعني اللي عم تحكيه معك حق فيه، ولكن يعني مش كل مين درس تمثيل قدر انه يجسد دور بغير لكنته أو بغير لهجته. أن تدخل على 100 مليون مصري، وبعض الأشخاص أحيانا ما بيعرفوا أنه منذر ريحني أردني، يعني تواجدك بمصر بهذه القوة. أنا عربي وتربينا في الأردن على أن نكون عرب. صح. أظن بأنه الفنان يرتقي لمرحلة السحاب، ما له علاقة في الحدود رسموها سياسيين أو اللي بدك إياه، ولكن أنا فنان ما إلي علاقة في المكان قدر ما إلي علاقة في وطني كله.
وإذا بدنا ننزل من تحت السحاب بتلاقي في الشارع الأردني أو المصري أو الإماراتي أو أي في بأي مكان في هذا الخليط اللي موجود. كل الوطن العربي موجود في الإمارات، كل الوطن العربي موجود في مصر، كل الوطن العربي موجود في الأردن. أنا ما إلي علاقة في هذا الموضوع، أنا إلي علاقة بأنه أرتقي لمكان قدر الإمكان أعلى، لأقدم شيء لطيف شعبي كله، مش الشعب الخاص. ولكن أنا في النهاية بحكي لك طبعا أنا أردني غوراني، ولكني أنا قومي عربي جدا جدا. بعشق لبنان، سوريا، الكويت، البحرين، الإمارات، الدنيا، وعمري ما دخلت دولة إلا وأنا بحس أني مواطن فيها. هلأ هون أمام هذا التحدي، إذا عرض عليك عمل خليجي قادر أكيد على تجسيد مثلا شخصية خليجية؟ لا لا، عملت أنا عملين، عملت على موتها وغني في البحرين، وعملت مسلسل من أصعب مسلسلات حياتي اسمه ماذا لو في الكويت. أكيد كويتي؟ أنا لأنه ما شايفه صراحة. ما لا، حكيت كويتي وأردني وهذا الميكس. يا صديقي في النهاية اللكنة واللهجة مش هذا المهم في عالم التمثيل، ولكن هي جزء لا يتجزأ. نعم، ولكن المهم انك في لحظة لما تشوف هذا الممثل تصدقه. انا راسل كرو مش من امريكا، اوكي، ولا سين او صاد او عين، اوكي، ولكن انت بتصدق لحظة تمثيله وهي الاهم. عشان هيك انا بحكي دايما انا مع فكرة كل الاعمال العربية ان تكون بان عرب. يعني مثلا انا ضد فكرة عمل اردني او عمل درامي اردني، هي الدراما انخلقت مثلا في الاردن، او عمل درامي كويتي، او عمل درامي. الدراما هي دراما، احنا بنشتغل للفن ولتجسيد شخصيات موجوده في الكون، في الكون موجوده، ما لها علاقه لا بلكني ولا بلهجه ولا اي شيء. احترم جدا اذا في اعتبروا هذا النوع من التواضع، لانه يعني انت بتقول بانك انت تجسد دور، ولكن ليس كل الممثلين قادرين على تجسيد ما تستطيع تجسيده، ولا على الاقناع، لانه كمان بالنهايه بده يكون في اقناع. انا وقت اللي بدك تمثل لي دور صعيدي بدك تقنعني بانك عم تحكي صعيدي، وقت اللي تقنعني باللكنه أضيف عليها. أنا ممكن أقاطعك صديقي؟ بدك أخطر من ممثل بيمثل أنور السادات وجمال عبد الناصر أحمد زكي؟ شو الخطورة هاي؟ ولكن كان عملية البحث بتاعته لها علاقة في التمثيل وليس لها علاقة في الهوية. التمثيل أصعب مما يظن الناس، أوكي؟ وأصعب من أنه زي هلا بيجوا بيحكوا لك بدنا نجيب ممثلين عندهم على الانستغرام 3 مليون و5 مليون، عنده 5 مليون وخلص يعني الله يهني، اوكي. بس هذا التمثيل درسناه في الجامعه، ودرسنا كتب، احنا درسنا ستانسلافسكي، ودرسنا فرويد، ودرسنا علم نفس، لا تطلع في لحظه حقيقيه على المسرح، او تطلع لحظه حقيقيه في السينما او في التلفزيون. فأنا بضرب لك مثال ما إلها علاقة في اللكنة أو اللهجة، أنت في النهاية بتشوف صورة. صحيح، صورة، والصورة صعبة جدا، وأن تؤدي هذا الدور صعب أكبر. وهي دراسة، دراسة يا جماعة، دراسة بتاخذ من عمرك ومن روحك، مش مسحة، مش مسحة تيجي تحكي لي بدي أمثل. يعني تيجي تحكي لي بدي أمثل، أنا في بحث كامل بكافة التفاصيل لتدخل للموضوع مع اللهجة اللي انت بتحكيها، وهي يعني في 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 علم التمثيل من أسخف الأشياء، مش من يعني هي سخيفة. أنا مستحيل أمثل هذا الكاركتر إذا ما أتقنت كيف بيتكلم وما أتقنت كيف، ولكن الأصعب كيف بيتنفس، والأصعب كيف بيمشي، والأصعب كيف بشوفه، هذا اللي بحسه الصعب جدا. طيب، هل أنت ميال دايما إلى تأدية أدوار فيها شيء من الشر لأنه ملامحك بتخدم هذا الموضوع؟ وهل ممكن مثلا نشوف منذ ريحني بدور كوميدي مثلا؟ عملت خير ما حد شافه. أو
يعني حابينك حابينك بأدوار الشر. لا عملت يعني أدوار خير كثير بس المسلسل ما تشافش. طب ليش برأيك؟ إيه؟ ليش؟ لأنه أظن شوف هي فلسفة ورح أكون مغلوط وأنا بحكي فيها وعملت كوميدي. ولكن ليش الشر في لحظة من اللحظات يشاهد؟ وهي الجملة صعبة جدا لأنه اكتشفنا في هاي المرحلة بأنه اللي كنا مفكرينه شر طلع خير واللي كنا مفكرينه خير طلع هو شر الشر. فالناس ابتدت تتعاطف مع الكاركترات مش التي تنتمي للشر ولكن الشر عنده منطق. أوكي؟ فأصبح في منطق في هاي المنطقة أكثر من إنك كنت تتوقع من شخص خير كامل وتكتشف إنه شرير. فأنا هذا الميكس دائما غريب عجيب غريب عجيب. أنا عمري ما قدمت شخصية شريرة. أنت بتحكي لأدوار الشر. عمري أعطيني أي كاركتر قدمته وبعطيك مبررات من هون للبحر بإنه أنا اللي معي الحق. وهذا اللي بيحفزني. يعني مستحيل اني اروح احكي لك اقدم لك شخصيه شريره. شو اروح اعمل لك عيوني هيك وانزل حواجبي واشحرك؟ لا، هو عنده وجهه نظر اوكي بيقدمها مقابل الفعل الثاني. والفعل الثاني ما بعرفش الناس بتحبه ولا ما بتحبه. يعني انا مش من الناس اللي بتحب الاطراءات دائما. ولكن هذا كاركتر لازم أقدمه وعنده وجهة نظر تماما. حتى في آخر مسلسل موسى أنا ولا عملت 1% شر. أي واحد يناقشني أي واحد. أنت شايف أنه هو مش شر؟ طبعا مش شر. هذا الشخص فقط حب ووصل مرحلة حبه لدرجة الجنون وهرب من مكانه. طب ليه بتحاسبني لأني حبيت؟ هاي وجهة نظر نوفل. يعني انه انا حبيت ما عملت شيء. يعني لا شك بانه دائما يعني ادوارك مثل ما قلت يعني بتترك بصمه ودائما منذر ريحني حين ينظر الى ممثل قادر على ان يؤدي ادوار مركبه وصعبه. ويمكن هي من الشخصيات اللي انت بتحبها. هذا الاجمل صديقي. صحيح. الأجمل أن تقدم الشخصية المركبة والصعبة. الأجمل أنك تتماهى معها تلعب أنت وياها تضربها وتضربك وتتخانق معها تشوفها في الليل تحكي معها أنه كيف مشهد بكرة بدنا نعمله. هذا الشيء اللي بيخليني عايش أنا. بس منذر أنت عم تحكي بفلسفة. مش كل النجوم يعني انت وقت اللي قبل شوي حكينا عن احمد زكي حكينا عن عبقري بعالم التمثيل عن مدرسة. اليوم انت وقت اللي بتحكيني باشياء بتحكي من منطلق قناعاتك وقدراتك اللي مش كل الممثلين عندهم اياها. انت بتقلي بتتخانق مع الشخصية وفي ناس بتكون همها انها تطلع لتبرز وتاخد دور بهذا المسلسل. انت قصدك مختلف تماما بادوارك. انت بينك وبين نفسك في رسالة، بينك وبين نفسك عايش تحدي. أنا أكيد رح تضلك عايشه يعني إلى ما شاء الله من العمر الطويل. الواحد وتربيته التمثيلية. صحيح. مشان هيك أنت من الكاليبر تبع النجوم اللي عن جد بتستاهل إنه عميدة المسرح العربي الست سميحة أيوب تجي تبوسك عجبينك. لا، وأنا ببوس إيديها ورجليها سميحة أيوب. ولكن يا صديقي لأكون معك صريح جدا، أظن إحنا في مرحلة خطيرة جدا ثقافيا وفنيا. يعني في ناس دخلوا على هذه المهنة العظيمة اللي هي أهم من السياسة وأهم من أي شيء. الله يسترنا، لأنه هاي المهنة طول عمرها في التاريخ من أيام العصر الجاهلي. أنت الآن بتعرف الشعراء الجاهليين. صح. بتعرف امرؤ القيس لبيد بن ربيعة، بتعرف قيس بن الملوح. كلمة الفن خطيرة جدا يا صديقي، خطيرة جدا. أرجو ألا تلوث. أرجو ولكن تلوثت. والآن أنت في صراع وحرب مع هذا التلوث. أنا تربيت على المعلقات وتربيت على فن جميل جداً
تربيت في المسرح، تربيت في الأدب بكل مكان في العالم. الآن إحنا في مرحلة صعبة جدا، صعبة جدا، وصار حربك مع شخص لا يرتقي للمستوى الأدبي اللي أنت فيه. يعني أنا ممكن يكون عندي مشكلة مع واحد صاحب فكر فبنتخانق على الفكر، ولكن أنا الآن مشكلتي مع واحد مش واعي هو مين، هو نفسه مش واعي هو مين، فهذا خطير. ورسالة بسيطة جدا، ما حد يفكر بأنه الثقافة والفن شيء سهل. إذا هذا الهرم اتهزهز ونزل، أقسم بالله لن تقوم قائمة للدنيا، لأنه هذا المكان الوحيد اللي كل الناس بتتعلم منه أكثر من المدرسة، وأكثر وأكثر وأكثر. إحنا في الزمانات كان عندنا حصة الفن يعني حصة فن، الآن حصة الفن هي حصة الريلاكس والهدوء والباي باي. الانتباه لثقافة للثقافة المجتمعية أهم بكثير من دبابة يا صديقي. يعني لا يمل الحديث مع فنان، يعني كل شيء فيه بكل تعابير وشه، بكل اكسبريشنز، هو عاشق للتمثيل. هذا الفنان المثقف منذر يحني، كنت حابب هيك ادخل معك، مين جذبك برمضان 2021؟ إذا شفت أعمال معينة، مين أعجبت بتقديم شخصية ما أو بكاركتر معين؟ أنا للأمانة ممكن أشكر كل المسلسلات دون استثناء، بغض النظر عن القيمة الفنية، ولكن إحنا كنا بنشتغل بأصعب ظرف في تاريخ الحياة وهو الكورونا. فانت لتنزل على اللوكيشن وتصور، انت في خطر جسيم، يعني مش خطر يعني. ومهما حاولت انك تعمل التباعد او الرولز اللي موجوده، ما يعني مستحيل امثل مع ممثل وابعد عنه 3 متر يعني. فبحب اشكر كل المسلسلات دون استثناء، وان شاء الله. شوف انا دائما حالم، عشان هيك ممكن في لحظه بحب أستمر في العناد. إن شاء الله نقدم أعمال مهمة جدا. بشكر كل ممثل نزل على أوردر تصوير وبيعرف بأنه في مجاميع وفي مخرج وفي مساعد المخرج وفي مدير تصوير و و و و أوكي، وخاطر في حياته. هذا بالنسبة للممثل. وشكرا لكل المجاميع اللي نزلوا بخاطروا بحياتهم. فأنا بشكر كل المسلسلات اللي تقدمت في السنة الصعبة جدا، لأنه الخطر كان صعب. بس ما رح تقلي دور لشخصية ما أو لممثل ما أعجبت بدوره أو سمعت عن دوره؟ رح نظلم الآخرين يعني. سمعت عن نجاح إياد نصار بدوره بالاختيار 2؟ أنا أول واحد هنيته، الأستاذ إياد نصار، هاد صديقي وحبيبي وأستاذي يعني، مديش ولكن إياد نصار بديش أحكي لك عشرة العمر، ولكن هو أكثر من هيك، ولكن هو قدم دور، وانت بتحكي الآن عن الدور يعني بدني هيك، قدم أروع دور في التاريخ. أنتو يعني أنت وإياد اليوم فينا نقول أنه الأردن بحق له يفتخر فيكم، لأنه أنتما قامتان بينشاف الحال فيكم عن جد صدقا. ومش غريب أنه الجمهور العربي كله، ليس فقط بمصر أو بالأردن أو بسوريا، بحبوكم. واليوم أنا تأكدت من أنه منذ ريحني قامي يمكن إن شاء الله كتير. لا عم بحكيك جد، أنت قامي تستحق كل التقدير وكل الثناء، وبتستاهل كل التوفيق بكل شيء بتقدمه. أنا بس صدقا والله ملاحظة بسيطة، أنا كنت أول ممثل بدخل لسوريا في ظروف سوريا اللي إن شاء الله تنحل، وعملت مسلسلين، عملت المهلب بن أبي صفرة وعملت مسلسل الحلاج. منذر ريحني الفنان الأردني اليوم كان ضيفنا ونجم الرابعة، فتحية لكل محبي منذر ريحني. شو بدك تقول لجمهورك هلأ اللي عم يسمعك على راديو الرابعة؟ أنا بحكي لراديو الرابعة الله يسعدكم يا رب، وتسلم أنت يا صديقي. تسلم على 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 هاي الثقافة في التقديم أصلاً، لأنه كمان راحت هاي.
فشكرا لك، وكان لإلي الشرف أني أكون ضمن هذا الجمهور اللطيف. وإن شاء الله إن شاء الله اسمعوني، بس بيني وبينكم يعني يا رب يكون إنه الحكي تمام يعني بيني منذر أريحني نجمنا كان لليوم، فتحية كتير كبيرة لكل اللي تابعونا، وانتظروا كل جديد دايما عبر أثيرة الأولى راديو الرابعة. بودكاست نجم الرابعة.